أنا كنت تغير جذريا في الحرب الأخيرة في 2014، لأن لما رجعت منها قررت أنني أستغل أكثر وقت مناسب من وقتي للآخرين، لأن لما أنت تقترب كثيرا من الموت، والموت علينا حق في أي لحظة، ولكن لما كتشوفه بطريقة مباشرة وكتكون في منطقة يعني الموت، فكتأثر عليك واحد التأثير غير طبيعي. ولو أنا طبيب أنا ويعني كنعيش في العمليات وفي الدم والموت والحياة نعيش فيه كل يوم، ولكن لهذا الموت الذي يسقط من السماء ويسقط الناس ويمكن في أي لحظة كل شيء يمشي، تخلي أن 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 قيمة الحياة والموت كتصبح عندها واحد رؤية أكبر، والإنسان يعرف اللي وقته محدود ولازم يستغله لفعل ما يمكنه أن يفعل ما دام عنده صحة وعلم أن يعطيه للناس ويشوف ما هو الأحسن في الحياة. ثانيا كتعلم التجرد من الأشياء. أنا في شهر كله نمت من غير وسادة، شهر كله وعندي يمكن سروالين وقميصين، شهر كله يعني كتعلم شي حوايج اللي يمكن انك تستغني عنهم لانهم لا يسوا شيئا، وتشوف الاساسيات. فيعني الظروف القاسيه تدرب الانسان ان يكون احسن، وحتى اذا جاءوا النعم يكون في خير. فصديقي راسلني وقلت له انا بالمغرب لازور والدتي، فأجابني فقال لي كل واشرب وقر عينا. فكنت جالس على المائدة الطعام أنا وأمي، قلت لها هذا الذي نقول نعمة كبيرة.